ودلوقتي اتمنى يكون فوانيسنا عجبتكم وافكارنا عجبتكم. فكره الفانوس من علبه من علب العصير، وكمان زي رشيناه بالاسبراي، وكمان زيناه بالفوم، وحطيناه شمعه كمان، هيكل شمعه او شكل شمعه من الفوم، وبقى فانوس ظريف حلو جدا الطفل يلعب بيه، وكمان يسر قلبه بمنظره او يحسسه فعلا ان هو ماسك فانوس رمضان. كمان العنصر الثاني اللي احنا عملناه او الشكل الثاني اللي احنا عملناه خدناه من فكره الفانوس المعدني والزجاج، ولكن احنا خدناه من صندوق كنا ممكن نرميه فيه النفايات، ولكن حولناه لاعاده تدوير بشكل اقرب للفانوس المعدني، وبقى بالمنظر ده فتحنا فتحه تحت عشان نحط ممكن شمعه الكترونيه برضه تحسسنا فعلا ان احنا ماسكين فانوس رمضان، ويسر البهجه على قلوبنا. يا رب ايامنا كلها تبقى نور في نور، يا رب رمضان يجي في النور بخير، وكل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم شهر رمضان بكل خير وسعاده. السلام عليكم.